هجمة ليلية وصفت بالمكثفة وخسائر في البنى التحتية للميناء وهلع يضرب شركات الشحن الدولية. ماذا تفعل روسيا في موانئ أوكرانيا؟ الهجمات الروسية الأخيرة التي اعتمدت على المسيرات من جانب والصواريخ من البر والجو من جانب آخر تركزت على محيط موانئ نهر الدانوب وأوديسا. فخلال الشهر الجاري تم استهداف ميناء إسماعيل النهري مرتين وأوديسا أكثر من 8 مرات في غارات وصفت بالضارية. فما هو الهدف؟ حسب الجانب الروسي تلك الاستهدافات تأتي ضمن بنك أهداف الكرملين في أوكرانيا من أجل منع كييف من الاستمرار في استهداف العمق الروسي بالمسيرات. فما علاقة تلك الموانئ؟ موسكو تقول إن تلك الموانئ تحولت إلى مراكز لتجميع قطع المسيرات التي تأتي من الغرب عن طريق البحر، مستغلة بذلك اتفاق الحبوب الذي انسحبت منه روسيا الشهر الماضي، بجانب أن تلك المناطق تستخدمها كييف بالفعل مراكز لإطلاق المسيرات من أجل استهداف القرم والعمق الروسي. وأما الجانب الأوكراني الذي يبحث عن أي سبيل بحري من أجل تصدير حبوبه الزراعية فيقول إن روسيا نفذت مخططاً ممنهجاً لخروج معظم موانئ أوكرانيا عن الخدمة ومنعها من تصدير الحبوب، فضلاً عن تهديد شركات النقل الدولية من خلال تلك الهجمات التي استهدفت ميناء إسماعيل ومدينة أوديسا. فلماذا تلك الموانئ بالتحديد؟ تستحوذ موانئ نهر الدانوب مثل إسماعيل على نحو ربع صادرات الحبوب الأوكرانية، وتعد الطريق البديل الرئيس لخروج تلك الصادرات. وعلى مدار شهر كامل قصفت موسكو 26 مرفأ ودمرت 180 ألف طن من الحبوب.